بس على اهدي انا اسوي راتب اكل لي سمكه اشتري لي عبايه. هذا النداء هسه بعيدا عن عن, عن, عن اي مؤسسه. خليك يما يما اريد هذا محمد هذا محمد السوداني محمد السوداني دوله رئيس الوزراء دوله رئيس الوزراء هذا نداء من امراه عراقيه هي ما عرفت انه شلون توصل مناشدتها ولا مشكلتها، لكن اللي وضح او اللي فهمناه انه هي عندها معامله بمؤسسه ضحايا الارهاب لاخوها اللي استشهد بسبب خالد فاضل حسين اللي استشهد اثر يعني سقوط قذيفه هاون او ما شابه من هذا الامر. لكن يا دوله رئيس الوزراء اول شيء الله يكون بعونك على راتب حتى اروح للنبي ازور النبي بنفسي ازور النبي بنفسي هاي بعد هذا بعد يمك دوله النبي والله بنفسي ازور النبي بعد يمك دوله رئيس الوزراء هذا الموضوع والله بنفسي اخذ راتب حتى اروح حتى اروح للنبي ازور اي والله بنفسي اروح ازور النبي بنفسي خاف اموت وما ازور اي بنفسي اروح ازور النبي قلت له يطلع لي راتب حتى اروح للنبي ازوره اي والله محمد بنفسي هسه رئيس الوزراء راح يسمع هذا صوتك لا لا وين اي فدوه شو اسمه هو محمد الشيوعي السوداني اي محمد الشيوعي السوداني اروح لك فدوه لا لا فدوه اروح لك اريد راتب اقدر اخذه حتى اروح للنبي ازور النبي والله بنفسي والله ما عندي عبايه البس والله 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 ما عندي والله امانه يمه امانه راح يصل هذا صوتك الى دوله رئيس الوزراء محمد الشيوعي السوداني وراح يسمع صوتك ويبقى لا بروح لك فدوه جاوبني لك فدوه جاوبني او غيره اخذ راح حتى لو 150 ما يخالف حتى اروح للنبي ازور النبي بنفسي وبنفسي اشوفك على راسي وليدك انا الله اكبر ترت انا شفتك بنفسي اشوفك ولك تطلع على التلفزيون اقول لهم وين اروح وين اشوفه وين بالقران مثل بخبله اطلع ماندل والحسين يما حبيبي اروح لك فدوه وليدك شاني وخادم حاضر لك شاني دوله رئيس الوزراء دوله رئيس الوزراء هذه امراه عراقيه والشعب كله متمل بالخير جهودك ويشاد لها بالبنان هذه الامراه اكيد راح تسمع صوتها واحنا نعرف انه برنامج ناس وناس موجود الحمد لله وشكر برنامج ناس وناس من ضمن شعبه الرصد لشؤون المواطنين التابع مكتب شؤون المواطنين اللي التابع لمكتب رئيس الوزراء نروح للنبي بنفسه نروح للنبي هذا يوم ان شاء الله وصل صوتك اسمح لي دموعك بنفسي اروح للنبي والله بنفسي اروح للنبي والله بنفسي والله بنفسي والله ما عندي فلوس اروح اجيب الحصه واجي والله ابيعها حتى اسوق بها والله امي صلي على محمد ارتاحي هسه انا راح اخذ هسه رقم تليفونك وامانه راح يسمع صوتك رئيس الوزراء والله راح يسمع صوتك احنا كل اللي راح نسوي ادز للمكتب خاص لشؤون المواطنين بس راتب يطلع لي حتى اروح بين النبي ازور اخلي مواد بالبيت واكل اجيب سمكه للجهال اجيب بنفسي اجيب كيل ولحم واكل بس هي بنفسي والله اجيب كيل ولحم والقران 10 سنين ما باقي اللحم والله والحسين بعد اقول شو قدر يصير عندي راتب حتى اصرف واكل واقعد فلفل على الدوله بيت الدوله قاعده بي ليش اكذب حرام يما هسه انا اروح لك فدوه يا بس عيد عندي عيد انا شفتك عيد ما الله اكبر الله اكبر يا عرب لك انا بنفسي اشوفك يا بعشينا يمني اليوم اويلي بالقران يما وانزل القران على صدر محمد اقول بنفسي اشوفه بنفسي يا الله ما ادري شلون هيك بروح ابيع الحصه قلت يما وشفت يما هسه شريت من عندك هديش ترتاحين روحي للبيت زين وراح اضيع بس اسال علي اقول لهم هبه بس اسال علي انا راح اخذ رقم تليفونك ابو نور سجل لي رقم تليفون اسمعني فدوه خلاص وصل صوتك يما ان شاء الله والله راح يقول لي تعي وديش للنبي الله اكبر يما ارقص بالشارع على رحت للنبي ارقص بالشارع يما على رحت للنبي روحي لنا يما شفتك يا الله يبارك فيك يما روح لك فدوه يحفظك علي ابو الحسن يحفظك الله وعلي انا شفتك انا يما عيد عندي ان شاء الله كل ايامك عيد ان شاء الله يروح لك فدوه ابو نور سجل لي رقم